السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلوب دو روندوني اي اكتيفيتي دو ناتير برج باريريج اف دي سي تراك يحييكم من حرازة. رانا في غرب ولاية برج باريريج. اليوم ان شاء الله عندنا روندوني تاع اونفيرون 15 كيلومتر. نمشيو من بني وقاق من هي نترافيرسيو هذا الجبل هذا حتى الحمام بيبان. جينا على حرازة وعلى بني وقاق الفيلاج هذا الاخر. هذا ستان فيلاج قبائلي بون. اليوم انا في بيل روندوني مع الاولاد مع لي جون فاصون سيتي اغريابل مانيفيك. يعطيكم الصحة. سيتي فريمون فورميدابل وننصح كاع اللي يحب يجي يحوس مع في الطبيعة هذه ننصحوا بها. وماذا به مام افيك سي زونفون افيك سا فامي افيك سي زامي اي فو با ايزيتي. فوالا يعطيكم الصحة. السلام عليكم. اليوم درنا جولة مع برعاية مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع الجمعية التجوال نادي الطبيعة. كانت مشاركة مليحة مع في حضور بعض المشتركين مع بعض الأولاد تاني جاوية بحرة وبعد نهاية الامتحانات. مشينا من تقريبا من بلدية حرازة إلى حمام البيبان على مسافة 15 كيلومتر. إن شاء الله تعود خرجت كيما هذا إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله. ونتمنى تكون مشاركة أحسن من هذه إن شاء الله. بارك الله فيكم. الحمد لله والله فاتت مليحة. مشينا شحال 15 كيلو هكذاك فات والله ما شاء الله. يعني ديمارة من غابة بني وقاق خرجنا في حمام بيبان ونتمنوا يعاودوها لنا ان شاء الله. السلام عليكم. يعطيكم مساء الخير. عجبتنا بزاف هذه الخرجة ان شاء الله نعاودوها نعاودو خرجة كيما هي. السلام عليكم. عجبتني هذه الرحلة بزاف تاع شينا 15 كيلو واش جولها مع جمعية الشباب والرياضة وان شاء الله نعاودها.